الآن تقول لي ليش استقالت؟ إذا ناخذ عدة احتمال، المسألة الأولى طبعا مباشرة هو طريقة تعامل الحكومة مع هذه الانتفاضة والطريقة الدموية التي عملوا بها، وتقريبا مجلس النواب والحكومة كانت موقفها عاجز في اتخاذ الموقف اللائق والذي يرتقي إلى مستوى هذا الحدث. اثنين، أنا اعتبرت أنه هذه التظاهرات والتي انتفاضة التي شملت عديد من المحافظات العراقية هو شكل من أشكال التصويت الجديد، فاللوحة السياسية التي جاءت بالبرلمان والتي جاءت بالحكومة قبل سنة وأكثر اليوم تغيرت، هاي مو اللوحة. فلذلك كان من باب أنا أعتقد أنه هاي نزعت إلى حد كبير شرعية الحقيقية باعتبار أنه بالمطاف الأخير الشعب وما زال سلطات مثل ما أنت تفضلت، مثل ما الدستور يقول ومثل كلها هذا الشعب، لأنه ما جتي من شريحة معينة أو من فئة محدودة أو من منطقة معينة، شريحة اجتماعية واسعة جدا مطالباته مشروعة، وده تقول أنتوا الآن ماذا تمثلوني عمليا، ده تقول ماذا تمثلوني أبيه، وهذا أنا أعتقد ينبغي أن يتم الإصغاء لها. ولذلك من هذا المنطلق ونتيجة أيضا الطريقة التعامل بها الحكومة بالقسوة التي عمت غير طبيعية، وهذا عدد كبير من الشهداء الذي سقط.